لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد مقطع فيديو حادث الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن بالكامل الذي تسبب في وفاة شخصان وإصابة ثلاث يغضب الشعب الكويتي بأكمله. شاهد الفيديو للنهاية. يتصدر اسم الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن الترند حاليا بعد تداول أخبار عن تسببها بحادث مروري أليم فجر اليوم في الكويت نتيجة قيامها بتجاوز الإشارة الحمراء والذي أدى إلى وقوع وفيات وإصابات. وبينت المعلومات أن التحقيقات جارية في الحادثة دون وجود معلومات أو تصريح رسمي حتى الآن عن عدد الوفيات والمصابين في الحادث، ولكن صحيفة سعودية مشهورة خرجت وكشفت عن الوفيات في الحادث وعن الإصابات، وقالت أن الوفيات الذي ماتوا في حادثة الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن هما شخصان والإصابات ثلاثة أشخاص وهما في حالة صعبة جدا. فاطمة عصام حمد المؤمن هي خبيرة تجميل فاشونيستا مدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاما وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا الى نهاية الفيديو، واكتب لنا رأيك في خانة التعليقات في حادثة فاطمة المؤمن، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.